مساكم الله بالخير وجعلكم كلكم بخير ان شاء الله. موضوع اليوم راح احكي فيه شويه مقصر ويا اللي هو موضوع الكنوز والدفاين والاجهزه اللي تناسبها. اكثر جهازين ركزتهم اللي هم افضل اداء اللورن زد 1 والجي بي اكس 5000. اليوم راح ادخل بالتفاصيل شلون تختار الجهاز وكل جهاز بشن راح يفيدك. اول واحد والخيار الانسب بالنسبه لي اشوفه من ناحيه السعر ومن ناحيه الاداء اللي هو جي بي اكس 5000. هذا الجهاز جي بي اكس 5000 تمام. هذا الطبق ممكن يؤدي النتيجه بس الطبق اللي احنا راح نحتاجه حتى يسوي لنا الغرض اللي نحتاجه الكنوز دفاين هو هذا الطبق. هذا الطبق راح ينزل لك لاقصى عمق بين مترين الى 3 امتار. الطبق الاساسي اللي موجود وياه هذا راح ينزل لك 1.5 متر. اذا انت شغال على هذا الطبق ال 17 في 11 او ال 14 بعد راح ينطيك بحدود 1.5 متر. 1.5 متر على اي حجم؟ 1.5 متر راح تكون على حجم خلينا نقول كاشي 40 في 40، هذا يكون كبير ينزل لهذا العمق. نفس الشيء هذا الكلام ينطبق على طبق الكولتك ال 22، لازم الهدف يكون كبير حتى يوصل لهالعمق. طيب اذا الهدف بحجم عملة معدنية، العملة المعدنية بالطبق العادي راح يجيب لك اياها الجهاز بحدود 50 سنتي الى 70 سنتي. الطبق الكبير ال 22 على عملة بحجم نفس العملة اذا اشتغلنا بالدبل دي راح ينطيك قول من 40 الى 80 90 ممكن للعملة اذا كانت مدفونة جدا قديم. بس راح ارجع لموضوع الدفن. اذا كان حاجة بحجم جرة قد كف الايد هيج من 1 متر 1.5 متر على حسب قدمها بالارض. بالنسبة للحفر، اذا انت تريد تجرب وحفرت حفرة وخليت القطعة فيها ما راح ينطيك النتيجة مثل ما تكون القطعة هي اساسا موجودة داخل الارض. يفرق كثير. يعني الناس اللي تريد تجرب التجربة نهائيا ما راح ترضيها. والعمق مثل ما ذكرت على حسب الحجم. نجي الموضوع التمييز. الاجهزة الحديثة ما تميز، الاجهزة المتطورة ما تميز بين نوع المعدن الثمينة والمعدن الغير ثمين، الحديد والفضة، الذهب والفضة، النحاس والألمنيوم، ما ممكن تميز بيناتهم. تمام، متفقين انه الجهاز ما راح ينطيك نوع المعدن ولا كم عمقه ولا كم حجمه ولا بيب. زمر تحفر تعرف شنو الموجود. هل في طريقه اني اعرف؟ مفيش سعادتك خالص والله. الجهاز اللي بعده نفسه اللي هو جي بي اكس 4500 مع نفس الارس كله. شنو الفرق؟ ال 5000 سوفت وير شويه اوسع، جهاز اهدأ يتحمل برمجة اكثر. نجي للخيار الثاني وراح الناس تستغرب ليش تسميه الخيار الثاني اللي هو اللورن زد 1 الالماني. قاليك اللورن زد 1 يشتغل بنفس النظام، نظام البي اي البلس اندكشن النبضي في طبقين. طبق الصغير ممكن، ويا ريت هذا الممكن هم تقولون مو ممكن، انه يميز لك بين المعادن القابلة للصدى والمعادن الغير قابلة للصدى على عمق لا يتجاوز 30 سنتي وما راح تكون دقيقة. يعني انه الجهاز زمر تحفر تعرف نوع المعدن، اما انه يبين لك مثل ما مذكور بالكتالوج ومثل ما مذكور بالهاي ما ممكن. الطبق الثاني الكبير اللي موجود بياه متر في متر مونو، المونو مستحيل يميز لك نوع المعدن. فجهاز اللورنس عبارة عن نفس جهاز الجي بي اكس ولكن الطبق اللي موجود بيه اكبر. وهذه صورة عن الطبق. هذا الطبق يتجمع وتقدر تشتغل بكل الجهاز. هذا صورة عن الطبق الكبير وكيف تمشي به. طبعا سابقا كان في نظام التصوير اللي هو ما منه اي فائدة اللي هو هذا السوفتوير. الطريقة يعني شنو هذه القطعة؟ هي حمراء بدال ما ينطيك صوت راح ينطيك احمر، فانسالي هذا الموضوع. احسن مما تخسر 800 يورو على شيء انت ما تحتاجه. بالنسبة للعمق، العمق اقصى حد 5 امتار
6 امتار لو كان حجم الهدف قد طاولة مكتب، طاولة كبيرة ويكون معدن ومدفون قديم. طيب اذا هذا اعمق ليش فضلت على جي بي اكس؟ الجي بي اكس قدرته على التوازن مع الارض افضل، يتحمل انواع التربة الصعبة افضل. بعد اللورن صناعته المانية، الجي بي اكس صناعته استرالية، بس انا عن نفسي افضل الجي بي اكس. اللورنس جهاز قوي وجهاز محترم وجهاز جايب نتائج جدا جدا حلوة للناس اللي شغالة بالكروز والدفاين. نجي على المستوى الثاني من الأجهزة، تسلسل قلت له جي بي اكس لورنس، ننزل على المستوى الأقل اللي هو تكنولوجيا الفي ال اف. هاي شوية تكنولوجيا مختلفة بهذا الجهاز اللي هو السي تي اكس 3030. هذا سي تي اكس 3030، هسه الناس راح تتوهم يقول لك هذا جي بي زد، هذا مو جي بي زد، هذا سي تي اكس. نظامه نفس نظام الوحش للناس اللي عارفه، بس هذا معقد شوية اكثر، تكنولوجيا شوية مختلفة تخلي الجهاز ينزل عمق اكثر. بالنسبة للسي تي اكس عمقه راح يكون بحدود المتر، متر وعشرين، متر ونص كأقصى شيء، أفضل شيء متر ونص راح ينزل مع الطبق الـ 17، الطبق الكبير مو الطبق الـ 11 اللي يجي الوكالة وياه. هذا يفيد بس للكنوز والدفاين، وهذه الأعماق للكنوز والدفاين، ودا أنطيك الأقصى. إذا عملة معدنية بهذا راح يجيب لك إياه بحدود 30-40 سنتيمتر. وبالنسبة لجماعة الذهب الخام ابتعدوا عن هذا الكلام كله، ما مو يمكم نهائيا، ولا هذه الأجهزة ممكن تفيدكم، ما راح تنفعكم. الخام اللي مثل ما أنا شارحها، وبكرة إن شاء الله سوي شرح كامل عن الخام مثل هذا الشرح. اللي بعده ممكن تستخدم جهاز قالت 80 جولد اللي هو هذا، الناس اللي تنزل تغطس، هذا تريد تدور عملات مع عملات، شغل بحر، جهاز خفيف، ميزات حلوة، مالك غير الإيكونوكس 800، جهاز جبار جبار جبار. أقصى عمق متر، السعر بحدود $1,000، مواصفات خيالية، هذا يعتبر 5 أجهزة في واحد. تقدر تميز، تقدر تلغي، تحدد المعدن، بس هذا كله التحديد وما تحديد ما يكون دقيق 100%، هذا يكون بعلمك ما في جهاز 100%. ننزل على الأجهزة الأرخص، الأجهزة الأرخص اللي هي مثل الجالت أيس، سلسلة الجالت أيس 250-150 واليورو، هذه سعرها بحدود $450 تقريبا. مثل هذا الأيس أقصى عمق تقريبا متر، هذا نص متر. بالنسبة لهذه الأجهزة هذا أعماقها وأسعارها رخيصة، تكنولوجيا الفي ال اف، ممكن تشغلها بس على الذهب، بس راح تخسر 90% او شوية اقل من قوة الجهاز، يعني ما راح يجيب لك النتيجة اللي انت تدورها. وبالنسبة لشخص يدور انه جهاز اريده بس على الذهب وما اريد اي معدن ثاني، اقول له نصيحة لا تشتري جهاز، لان يعني الاجهزة كلها اسمها ميتال ديتكتر، تكشف كل المعادن، من تشغل التمييز وما تمييز العمق راح يقل والتمييز مو دقيق. وهس راح ادخل لك الأجهزة كيف تقرأ المعدن. أجهزة الذهب كلها تشوف المعادن على معادن قابلة للصدى ومعادن غير قابلة للصدى، يعني حديد وباقي المعادن اللي ما تصدي كلها تخليها بنفس المكانة. الذهب الحديد، الذهب الألمنيوم، النحاس، القصدير، هذه كلها تخليها ويا الذهب واحد لأن غير قابلة للصدى. هذه الطريقة اللي الجهاز كاشف المعادن يشوف فيها المعدن، يا يعني معدن قابل للصدى او معدن غير قابل للصدى، فيروس ميتال نون فيروس ميتال. واللي يريد بعد طبق اعمق للجي بي اكس 5000، اعمق من 22 بس شوية كنترول صعب، اللي هو هذا الطبق 40x20 انتي انترفيرنس كويل. شوف هذا حجمه تقريبا متر طوله، صينية مال مندي. هذا راح ينزل لك الى 4 أمتار تقريبا، بس مثل ما شايفين حجمه كبير.
فهذه الأجهزة اللي ذكرتها بالفيديو أرجع أعيدها، الجي بي إكس واللورنس، الأجهزة اللي تقدر تنزل أعماق أكثر من مترين، الأجهزة اللي عمقها أقل من متر، الإيكوانوكس، السي تي إكس 3030، الجارت 80 جولد، 80 برو، 80 ماكس، تريد شيء هوبي رخيص، عندك الجو فايند ماي لاب، الجارت ايس 150 250، الجارت ايس يورو، هذه كلها رخيصة على عمق تقريبا نص متر. للناس اللي راح تسألني عن الرموز، الطلاسم، الرصد، الجن، الماجن، هذه أعذروني كل هالأمور ما أفتهم بيها. أنا أغلب شغلي على الذهب الخام، واللي مشتغلة بيدي على الذهب الخام بس. للكنوز والدفاين هذا الشرح الوافي عن شلون تختار الجهاز، باقي عندك رمز، عندك ما أعرف شنو، هذا أنا ما راح أقدر أساعدك به، لأن أغلب الناس اللي قاعدة تسوق له وقاعدة تتكلم عنه كل ما شاف له حجارة محفورة قال لك هذا يا ظلمة هذا هو الرمز العثماني، هيك كانوا بيدفنوا، واحنا هسه على باب مغارة. يا اخي اذا انت واقف على باب مغارة ادخل طلع لنا ذهب، طلع لنا سخان، طلع لنا عزة، كل يوم منزل لي قصة. كل ما شاف له حفرة وزرف بالحائط قال لك هاك هذا هيك هاك يا زلمة، هذا الروماني يا زلمة، كانوا بيدفنوا بس عليه رصد. طبعا الاخ بدر ما اقدر انشر فيديوهاته، عنده فيديوهات نار شغال بالكنوز والدفاين ما شاء الله عليه، والله يزيد اكثر واكثر، قاعد احاول اقنع يترك هذا الشغل ويصير مثل صقر العتيبي حول على الخام. الخام طلعت الذهباية قلتها بعتها خليت الفلوس بجيبك بس، تطلع الاثار يطلع لك العملة وتعال حير واحلام انه خلاص راح اصير ملك زمانه وراح اصير ملياردير. الله يخليك، قلوبنا خلصانة، احلى شيء الخام.